شعور ما بتمنى لأي حد بصراحة، يعني إشي مؤسف جدا. الوضع أشوف بنت وبكى، الوضع جدا يعني مش مطمئن بصراحة. ابني بالاوكرانيا من مكان وين هلا في موجود حرب بالخاركف، مشكله يعني سكر كل مطاعم، يعني ما بيصير طلع من اوكرانيا، مطارات سكرين، يعني ناس والله يعني مش مبسوطين اصلا، يعني عن جد يعني هلا يعني كل مكان موجود حرب. قريبا من المعبر الحدودي مع بولندا بحوالي 5 كيلومتر ان شاء الله. الكثير الالتحاق الكثير اليوم بوجود الطلبه اسمه مشيا على الاقدام، مش غير الطلبه، كل اللاجئين من مختلف الدول العربيه.